شاف فيهم في هذا النهار هذا وما يكونش مرض شي مرض خطير، راه كاين شي دراري عندهم عمليات الله كاين اصابه. شكرا لاي مدينه وقفاش معاهم ملي طرات الحادثه وكذا. والله السي العروي هشام والكريم سعيدي وانس الله يشافيهم ويشافي جميع اللي جوار كاع اللي تقاسوا في هذيك الحادثه. لا يعيدها ان شاء الله، لا يعيدها. انا كنتمنى لهم الشفاء العاجل. انا بكيت ما نكذبش عليكم، هذوك وليداتي كنحس بهم وليداتي، الله ينصرهم الله يشافيهم. وليدي هشام كنتمنى لك الشفاء العاجل لان تقصحتي بزاف، وكلكم كلكم تقصحتوا. انا كنتمنى لكم الشفاء العاجل وان شاء الله الكاك تزيد القدام ان شاء الله. وديما حلا لابوز، ديما مغرب، ديما مغرب وديما كاك، ديما كاك. وبهذه المناسبة هذه نتمناو الشفاء العاجل لنادي القنيطري ان شاء الله. قولي لي شي رسالة للكاك والاكسيدون اللي طرا. الله يشافيكم اخوتنا والله يكون معاكم وان شاء الله مربوحة. قولي لي شي رسالة للكاك. وحنايا كنموتوا على الكاك، وراه المنتفات ديال القنيطرة كاملة هي حلا لابوز، وبغينا من هذا المنبر هذا بغينا هاد مناط المنبر هذا رسالة لدوك الناس اللي سدنا التيران، الله ياخذ فيكم الحق، حيت هاد الناس هادو كاملين عندهم المنتفات الوحيد اللي كاين راه هو كنزهاو. وشوف ها وان شاء الله غنطلعوا القنيطرة ديال الموت. والله يشافي اللعابة اللي تعرضوا لحادثة السير، الله يشافيهم. وحنا كنموتوا على الدراهم. تحياتي خويا، كنتمناو بالشفاء العاجل للعابه ديال الكاك وكاع المصابين، وكنتمناو لهم الماتشات الجايين ان شاء الله بالرباح. وكنتمناو خويا نطلعوا نصعدوا الاسم الوطني الاول ورجعوا ليامات الزمان.